يا عمي ونيس خلاص نجح ومعنوياته ارتفعت. ده صحيح، الكرة بقت دلوقتي في ملعبه، بس هيلعب مع مينو ازاي؟ هيدخل جون ولا يتغلب 10-0 وتبقى فضيحة بالجلاجل؟ لا يا عمي ربنا يخليك، مش عايزين احباط بقى من اولها، ده احنا متفائلين جدا اهو، كفاية ان في مشروع زي ده اصلا هيتعمل هنا في مصر. شوف مثلا، شوف كام وظيفة وكام فرصة هتتخلق بسبب المشروع ده، شوف كام أسرة هتاكل من وراه. صباح الخير، صباح الإشراق، صباح التفاؤل، صباح البهجة، صباح إزالة كل العقبات. يا ريت أنت بقى تزيل أول عقبة وبلاش طابور، ما عندكش شعب، وكمان وراك مشاوير كتير قوي لازم تعملها. اتفضل أدي ملفات وأنا هسبقك على المكتب. صباح الخير، باي باي. بت هر، صباح الخير، باي باي. صباح الخير، باي باي. كلمتين بينهم ظهر، بينهم رحلة مسافة طويلة بتختزليها. ما تقلقيش، مش هعملك طابور. بس يلا يلا نفطر مع بعض. أنا حضرت لكم الفطار، بس لازم أنزل بسرعة عشان مقدمة في ثلاث أماكن على شغل. برافو برافو هدى، لا يأس مع الحياة. الشغل كتير، الشغل كتير، مالي البلد. ومش حماكي عرض عليكي تشتغلي معاه؟ ايوه يا جدو. على فكره نزيه بيه ده كويس قوي، اكيد هترتاحي في الشغل معاه. لا يا امي، لا مش انا، ده انا لقيتها، لقيت الخيط دي، خطه جهنميه من نزيه بيه، ها علشان لما اضغط على ابنه نادر في مكتبي يمرمط بيها الارض وبيهدلها. لا يا بابا، انا افضل اشتغل بره العيله خالص عشان ما يبقاش فيه الحساسيات دي. باي باي. باي باي. جود لك جود لك. ها قوليلي اخبار الارض ايه؟ 4000 فدان جاهزين، ومجلس اداره الشركه جاهزه للبيع. يا اتيكا تيكا توم، 4000 فدان هم هايل، مساحه هايله، هم دول يتعمل عليهم مدينه نموذجيه اعظم من جزيرتي. ما تفرحش قوي يا ونيس. لا يا ابويا، لازم افرح، لازم افرح وافرح قوي بسرعة. تجيبي لي دراسة جدوى من غريب عشان نقدمها في هيئة الاستثمار. لا لسه بدري بقى، نسجل عقد الأرض الأول. نسجل جاست لايك ذات. المشكلة يا ونيس إنه أي مشروع في بدايته سهل جدا والتفاهم فيه عالي قوي، المشكلة اللي بعد كده. فاهم يا أبويا فاهم. لا مش فاهم، لو بتفكر في تغيير جزئي ده مش هحل المشكلة. انت محتاج تصلح حاجات كتير غلط انت شايفها، وده مش هينفع لوحدك. يعني ايه ابقى لوحدي من غيركم؟ يا ماما يا ماما، ده شهيره وبهيره بس اللي هيسافروا، يعني تلت بنات بطنك هتفضل معاكي. انا مش قادره اعيش هنا، ونفسيا مش مظبوطه، والحل الوحيد اننا نكمل تعليمنا بره. هنعمل ماجستير او دكتوراه. ايوه ايوه كده بانت، بنات بطني بيفرقوا غيره من امهم عشان قررت تاخد الدكتوراه. من فضلك يا ماما، انت تتفرغي تكملي تعليمك، وكمان عندك ثانويه عامه السنه دي، وسيبينا نحقق طموحنا، واحنا حددنا جامعات من على النت وهنراسلها. طب وانا، انا مين اللي هرجع لي مذاكرتي؟ انا يا ستي، بس امحي لي اميتي الاول. انا مش عارفه ولا متخيله تعيش لوحدكم ازاي، انا لازم اخد راي عمكم باهر وونيس واشوف هتكلف كام. يا ماما هتعملي ايه بالفلوس؟ نتعلم بيها احسن. يعني انتوا اتعلمتوا في الجامعة حاجه وبتشتغلوا حاجه تانيه خالص غير اللي اتعلمتوها في الجامعه؟ ازاي؟ هو في حد بيتخرج من الجامعه وبيشتغل باللي اتعلمه؟ تدعم الراجل ده حروفه ضايعه خالص. معلش عايزين بس ننظم المناقشه علشان ما نضيعش وقتكم. حضراتكم دلوقتي بالنسبة للي بتقولوه، انتوا العقود الابتدائية اللي عملتوها مع الحكومة كلها سليمة 100%، وبعدين اهو واخدين موافقات على كل المشروع بتاعكم. والستين فدان استصلحناهم، وانت عارفة تكلفة زراعة الصحراء، ده غير تكلفة دق بير وعمل شبكة ري. هايل، وبقالكم 12 سنة بتزرعوها صح؟ وبنصدر كمان خضروات. طيب انا مش شايفها مشكلة. لما رحنا نسجل عقد الارض النهائي اتفاجئنا ان في محافظتين بيتخانقوا على الارض، دي تقول تبعها ودي تقول تبعها. دخلت الجرافات والامن المركزي، قتلوا كل الزرع وهدوا بير الميه. ف
فوق 150 اسره اتشردت. اتشردوا؟ جرافات؟ هي الارض بتاعتكم دي في فلسطين المحتله؟ اصل انا بشوفهم في التلفزيون بيعنلوا فيها كده. بتشوفيهم يا شرار؟ يا عبد الله، يا عبد الله خلاص قفل على الموضوع ده، عايزين نقفل قبل ما يجي اللي هيتصدم. مين اللي هيتصدم؟ اتفضلوا حضراتكم، هاتوا الورق. اتفضلوا حضراتكم دلوقتي واحنا هندرس الورق ان شاء الله. صباح الخير ونيس. مش الجرافات دخلت فلسطين؟ من امتى خرجت من فلسطين يا عبد الله؟ ده خبر تقابلني بيه على الصبح يا راجل. ما معروف، معروف المأساة اللي هناك. خلينا فينا، خلينا هنا. صباح الإشراق والبهجة والتفاؤل. اتفضلوا معايا يا شباب على مكتبي بقى عشان نخلص. لا 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 لا، خليكم مستريحين يا شباب، اقعدوا يا شباب اقعدوا. طب ما تيجي مكتبي يا ونيس اريح، على الاقل تشمي ريحة نادر. هو مش وحشك؟ لا وقت نادر يا عبد الله، هخش مكتبي اقعد اشمشم. هفضلكوا حالا يا شباب، هفضلكوا حالا. شراز، عايز اقول لك مفاجأة، مفاجأة مبهجة مبهجة. أنا عملت مقابلتين النهاردة. إيه ده؟ إيه ده؟ مقابلتين في الحكومة؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ وفرصة، فرصة معانا الشباب. عايزكم تاخدوا عايزة، تاخدوا الملمع اللي أنا هقوله ده، تاخدوه في دماغكم. بصراحة، بصراحة نظام إيه؟ سهولة إيه؟ يسر إيه في التعامل؟ لا لا لا، عشان بقى إيه؟ الناس تقعد تعض في الحكومة، وصول الشباب، في بعض الشباب الصيع يقعد يعض في الحكومة، يقول لك أصلهم مش عارف إيه، وأصلهم إيه، ويفتوا. لا لا لا، في أمل، في أمل بجد. أنا دلوقتي مطمن، مطمن إن القوانين، وخصوصاً قوانين الاستثمار، وخصوصاً في تعمير الصحراء. لا لا لا، مفيش روتين، مفيش تعنت. طب ما تقوموا معايا بس عشان نخلص الشغل في المكتب. اتفضلوا. ثانية واحدة يا أستاذة. بقى حضرتك المتر ونيس اللي احنا جايين لك عشان ترفع لنا قضية وتدافع عن حقوقنا؟ خير، هو في ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ تشجيع ايه وتعمير ايه وقوانين ايه؟ احنا اتضمنا 60 فدان زرعناهم وطفحنا فيهم الدم، الارض اتجرفت قدام عينينا وجابوا عليها وطيها. يلا يا جماعه، ده باين عليه خد حته ارض لانه مسنود، بس بكره هتخش الجرافات وتشلك اللي عليها. ايوه بس الحكومه يا راجل. انا ما سكتش ومش هسكت، والنتيجه مطمئنه يا حبيبي يا شرف الدين. طب تعالى بقى، تعالى قبل ما اخد نفسي اقعد كده اتفضل واحكي لي كل حاجه بالتفصيل. كل مطالبي باسترداد حقي ووضعي بيدرسوها، ولجنه التحقيق قربت تصدر قرار برجوعي للمستشفى. يا رب يا شرف الدين يا رب، لان انا كلها شهرين وهضطر اخد اجازه علشان احافظ على ميسه هنا. ميسه دي وش السعده علينا. تصوري بابا كان عنده حق لما شجعني اني ما اسكتش واواجه اي غلط. انت عارفه ان انا صورت تجاوزات وكمامه ومخلفات العمليات اللي حوالين المستشفى ومستشفيات تانية كتير، وقدمتها للمسؤولين، وده اللي نصرني فعلا يا شرف الدين. اي فساد محتاج ان احنا نواجهه، مش نسكت عليه ونهرب منه. الاشراق، البهجه، التفاؤل، هم دول مبدئي لازم كل واحد فينا يصلح. ست سوسو، انا حلت لك مشكلتك. ده مبلغ صغير جمعناه من بعضينا، وده كارت هتروحي بيه لنزيه بيه، هيسلمك شقه اوضتين وصاله بايجار بسيط. روح ان شاء الله يخليك وما يقعدش في زنقه ابدا. بس انا ليا طلب كمان. أمريني أمريني يا ست الكل. بقيت الحي الخمسين عيلة اللي انطردوا معاي، مش ممكن تحلها لهم؟ 50 عيلة؟ بلا ونيس بقى رئيس الوزراء مش عيلة. خلاص يا سوسو، لم عيالك وخلصي نفسك انت.
كتر خيرك وربنا يخليك. مع السلامة. مع السلامة ست سوس، ربنا يبارك لك. أبوكي مقتنع بالتغيير والإصلاح الجزئي. فاهم يا أبويا، أنا فاهم، بس أنا بحاول أعمل اللي أقدر عليه زي برامج التلفزيون. النهاردة بقى حلم أي مواطن إن يوصل بمشكلته لمذيع البرنامج، والمذيع طبعاً بيقعد يلمله، بس ما بيقولش إن في زي المواطن ده آلافات مش عارفين يوصلوا له هو شخصياً. طب ما تعرفش مذيع برامج من دول أقول له مشكلتي؟ أنا وآلافات زيي بندور على شغل ومش لاقيين. صباح الخير وإشراق وبهجة وتفاؤل. ده واه حلم خايب كان هيحرق قلبنا عليه. لولا قلبي كان حاسس ما رضيش اصحيه يوميها وفاتته السفريه المشؤومه اللي كان ناويها الخميس اللي فات. منتهى الجبن. يعني لولا امك ما صحيتكش يومها كنت هتروح تركب مركب الموت؟ عشان ايه؟ عشان تهاجر هجره غير شرعيه؟ كنا قرينا اسمه في جرايد النهارده، ضمن 85 ماتوا وغرقوا. يا ريتني كنت مت وسطيهم. منهم خمسة من أصحابي. كنا عايشين شهر واحد بنحلم حلم واحد. وعمالين نخطط ونلم فلوس. حتى لو كنتوا وصلتوا كنتوا هتفضلوا عايشين بره هربرين، هربرين زي الفيران. أمال إحنا عايشين هنا زي إيه؟ زي الكلاب بنهوهو ومحدش سامعنا. وكنت هتوصل لإيه؟ للأسف. كان هيتقال كلب وراح. ما تقعدوش تقولوا لنا شعارات، قولوا لنا ايه الحل. الحل مش دلوقتي، الحل بعدين. بعدين امتى يا حوريه؟ بعد ما احنا نموت؟ حوريه دي عندها انفصام في الشخصيه، عايشه في عالم تاني، بينا وبين بعض تشتكي وفي مقالاتها تبرر. اكل العيش مر. عايزه تكتب ايه يا عز الدين؟ تكتب اللي هي شايفاه يا زكريا، وده اللي بيحصل. بس انا يمكن شايفه اكتر منكم. ما بلاش استفزاز ومكابره بقى. انت شايفه المشاكل اللي احنا عايشينها وكمان بتكبري؟ وهي هتجيبه منين؟ حوريه اتأثرت بأنكل ونيس، ما هو كمان بيكابر. لا تفرق يا زكريا، بابا مش عايز الناس الكويسه تسيب البلد. طب اسمعوا بقى المقاله اللي كاتباها حوريه الاسبوع ده. ان المواطن لا يعجبه العجب، انه اصبح يتلذذ ويعشق الهجوم على الحكومه، انه يسأل عن وضعه اليوم والحكومة تصنع له المستقبل. نتائج ما تقدمه الحكومة سيراها المواطن ويستفيد منها بعد 20 عاما. بالذمة ده اسمه كلام. أيوة يا عز الدين، في حاجات كتير بتحصل هتفيد البلد بعد 20 سنة. طب بعد 20 سنة الناس اللي في الحكومة هيبقوا مش موجودين، لو ما لقيناش حاجة حصلت هنحاسبهم ازاي؟ اهو ده بالظبط زي النكتة. الحكومة قالت للناس الزحلفة دي هتعيش 100 سنة. الناس قالوا لها مش مصدقين. نتأكد ازاي؟ الحكومة ردت وقالت ادي احنا قاعدين هنشوف. هنشوف طبعا. انا مستعد اسافر انا والكراميلا وشيراز شرم الشيخ، نعين موقع على الطبيعه يعني. هايل دكتور، كويس كده عين العقل. ايوه بس انت لازم تبقى معانا يا ونيس علشان بالمره تبص على عقود الملكيه ونشتري ونخلص. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. الارض هي اول خطوه في المشروع، وبعدين الارض دي كإجراءات حكومية وتخليص لا دي تخلص في ثانية. جاست لايك ذات. نشرب حاجة مع بعض بقى. لا مش عايزين. مش عايزين. مش عايزين نستعجل. الحقيقة إحنا عندنا أكتر من اختيار وأكتر من منطقة ممكن نختار منهم. أيوة مهم جدا الموقع وطبيعة التربة. يا ترى الأرض وصل لها بقى يعني خدمات مية وكهرباء؟ مش مهم، إن شاء الله تكون على حدودها. وكمان لازم نشوف الطرق اللي مؤديه للموقع، يا ترى معموله ولا احنا اللي هنعملها؟ صدقوني كل التسهيلات للتعمير وللاستثمار ميسره ومهيئه وامنه، وتحت امنه 20,000 خط امنه.
طبعا لا يعني في ناس بيحصل لها مشاكل بس ده استثناء 1%. نشرب حاجة مع بعض؟ مش عايزين. مش عايزين. على العموم احنا حضرنا مسودة بفكرة المشروع. يا اتفضلي. ودي نسخة لحضرتك من مشروع جزيرتي مدينة نموذجية. ايوه بس يا ونيس احنا لازم نختار اسم يكون حلو قوي. بس طبعا مش تيكا تيكا توم وجزيراتي وكلام الهاكس ده، لا عايزين نختار بس اي اسم، انا مش هقف فيه اي اسم بس يكون مصري، اسم عربي، بس اللي هاصر عليه الشعار بتاعي اللي اتحط تحت اسم المدينه، اشراق بهجه تفاؤل. اشراق وبهجه وتفاؤل. حلو قوي، اشراق بهجه تفاؤل. يبقى قابلني ان شاء الله. نعم يبقى قابلني غريب في البنك عشان انا ماشيه دلوقتي. طب استنوا، انتوا ما شفتوش حاجه؟ نصيد يا هونيس، الاستاذ عبد الستار اللي كان عندك امبارح عايزك في حاجه نهنا. لا عبد الستار لا مش دلوقتي يا عبد الله. مش وقته يا عبد الله، خليه مستريح عندك شويه. لازم تشربوا حاجه. يشربوا ايه؟ دي نصيب يا ونيس. طيب نقوم، احنا مش هنعطلكم. طيب مع الف سلامه، شرفتونا والله. ما انتوا ماشيين انا هقول كلمتين واخرج على طول. الراجل يا ونيس قاعد في نكتدي، حالته وحشه خالص. صدر حكم النهارده بالغاء عقد الارض اللي دنا عليها ندينة كبيرة. عبد الله ما علينا. ده ورقه مظبوط يا ونيس، وعقد مع الحكومة سليم نية في النية. روحي وزيب مطر وخلصيني منه. عبد الله تعالى معايا، انا هتصرف. تعالى. وانت هتعملي له ايه؟ تصور يا غريب، تصور يا نادان كرانيلا، الراجل ده سقق ونحلات، ده فيها خراد للكل. الواحد المفروض ما يعملش الحاجات دي. بعد اذنك يا ونيس، دخل الراجل يا عبد الله. حاضر يا استاذ، الواحد لازم يبقى على نور. انت مش كنت عايزنا نشرب حاجه؟ خليها قهوه ساده. كده دخلنا في منطقه الخطر. ازاي يا شكيره هانم بعد ما قفلت على بناتك السنين دي كلها؟ عايزه شهيره وبهيره يسافروا بره عشان يعملوا دكتوراه. ما انا باخد رايك يا باهر، ونيس مش فاضلنا يا انكل باهر، مش صغيرين، وانا محبطه وعايزه احط همي في العلم. هو انا ممكن اعمل دراسات عليا واشتغل في اي فندق بره؟ ايه، انا ما تبصليش، انا بدرس اثار وتلت اثار العالم في مصر، لما اتخرج مش هلاقي اي اثر اشتغل في الاثار. انا مش قادره افهم الدراسه اللي انتوا بتدرسوها دي. لا خدها مني يا باهر، انا لما هدرس انا لا هدرس هندسه ولا اثار ولا سياحه، انا لما هدرس واخد الدكتوراه انا هاخد الدكتوراه في الزراعه. الزراعه؟ لا، ما دام الزراعه يبقى هتفلحي. بس يكون في علمك، بناتك لو سافروا انا ما اقدرش اتابعهم بره. المهم انت موافق ولا قولا؟ انتوا احرار يا زيار، بس يكون في علمك اي بنت من بناتك هتسافر بره عشان تعمل دكتوراه مش هترجع تاني. انا يا بيه لو خدت الدكتوراه هرجع. خلاص يا بنت، ليه بتقول كده؟ انت قلقان من حاجه؟ مش كفايه كده يا ونيس؟ تهيألي تروح ترتاح. أنا مقهور ومهزوم ومحبط ومكسور. أنت بس مكسوف من غريبه كراميلا.
أنا مكسوف من نفسي، مكسوف من ولادي، مكسوف من أبويا. أبوك كان عنده حق وقالك على المفيد، حل المشاكل اللي عندنا ما يجيش كده. التغيير الجزئي ما يحلش المشكلة، التغيير الحقيقي يجي بالتغيير في السلوك. سلوك؟ سلوك إيه؟ يا شيراز، أنا اكتشفت إن المشاكل اللي عند الناس هي سبب تغيير سلوكهم. أخوك فراس لجأ إنه يهرب ليه؟ كان هيهرب ويموت مع 85 شاب زيه غير قوماته. هو كان عارف إن الرحلة دي لها مخاطرها، والإعلام كان بيحذر الشباب ويوعيهم من الهجرة غير الشرعية. هو ده التغيير والإصلاح الجزئي. الإعلام ما حلش مشكلتهم من جذورها، ما قال لهمش البديل. بديل؟ وأنا؟ أنا البديل قدامي إيه؟ إصلاح وتغيير؟ طب إصلاح إيه؟ وتغيير مين؟ أنا متهيألي إن اللي عايز يصلح يا إما خايف يا إما مكسل. يا ونيس، أنت نموذج مختلف. المهم انت ما تيأس. مش عايزه اسمع منك الكلام اللي انت قلته من شويه ده، انك محبط ومكسور ومهزوم ومقهور. عايزه اسمع كلامك انت بقى. ارجع بقى، بهجه، اشراق، تفاؤل. تفضل. مساء الخير. لا مؤاخذه، ما لقيتش حد بره عشان استاذن. اهلا يا حفناوي، اهلا، تعالى سيبت القهوه جيت لي. في خير؟ في خبر وحش. استاذ عبد العزيز جراله حاجه؟ لا، زميلي الدكتور اشرف. ماله؟ البقاء لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. مات ازاي؟ لقوه في شقته ميت بقى له 4 أيام. كان سايب الورقة دي معايا، اديها لك لما تيجي القهوة، بس انت بقى لك مدة ما جتش القهوة. اغتصبوا حقي وأعطوه لي بالله يستحق. حتى الدكتورة التي حصلت عليها بامتياز مع مرتب الشرف لم تنصفني. حقي بين يديك وقبلك بين يدي الله. هو هبيني